إيه هاد الحليوات ما تنديروها بواحد الرشيمه بحال بحال النجمه. إيه هاد الحليوه داك اللي قلت تنوركو عليها وملي تنهزو تنوركو عليها من الفوق بواحد اللي سميتو تتهبط راه معروف ديال الجزائر. او اللي ما عندهاش يمكن دير اي مرسوم اللي عجبها. عندنا في المقادير عندنا كاس ديال الياغوت مصوص، عندنا جوج فرماجات، فرماجات مثلتين او مربي ليها الاختيار، عندنا تقريبا 4 المعالق كبار ديال الزبده، عندنا 4 كاس ديال الزيت، عندنا شويه ديال الملحه، عندنا شويه لاموطارد، الهريسه شرينا العريسه اللي عندهم الزيتون تنديروها في الصفايه تنصفيو غير داك بحال الماء، ما تنديروش الهريسه ديريكت تنصفيوها، اولا عندنا شي توب ديال حياتي او اللي عنده ديك الهريسه الشينوه اللي في هذيك راه تيدير شويه، انا تندير غير الهريسه تنديرها في واحد التوب او الصفايه وتنعصرها تناخذ تقريبا واحد جوج معلقات ومليحه صافي، وجوج ديال البيضات وحده كامله وحده غير الصفر ديالها والطحين اللي غادي يجمعها لينا وبطبيعه الحال الطحين يكون من نوع الممتاز يكون مزيان، تنخلطوا كل شيء وتن قلت لك جوج فرماج اما مثلتين اما مربعين صافي، واللي العجينه اللي غادي تجمع لينا تنخليوها ما تكونش قاسحه وما تكونش ثاني رطبه بزاف، تنخليوها ترتاح وتنسلخوها بالمدلك، ولا قلت لك الاختيار ديك الساعه في المرشم السيده اي مرشم بغات تخدم به غير هو مرشم تيكون اما ضير ماشي ديال القلب ماشي مرشم اللي تيكون شكل وريده اولا كان ديال الحوته تيكون من الافضل فهي تكون زوينه صافي، حتى تنكملوها كامله وتندخلوها للفران كيف ما تنخرجوها باقا سخونه تنديروا واحد شويه ديال الفروماج من الوسط كتجي زوينه ومالحه، تنهزو شويه الفروماج وتنحطوه في داك الوسط ديال داك الوريضه داكشي علاش نقول لك المرشم يكون شكل ديال الوريضه باش كتعطيك الوريضه، ما هي تكون دغيا داك الفروماج وداك الفروماج نكونوا حاكينو بالحكاكه الرقيقه باش كيخرج مزيان باش يخرج مزيان دغيا تيذوب عليها. اييه واللي بغات دهنها بالبيض انا كان بعد المرات تندهنهم بالبيض بعد المرات ما تندهنهمش، ونسيت حبيبه ما قلتش ليك في الاخر تنسدو معلقه ديال التحميره سلسله حمراء اييه تنديرها مع واحد شويه ديال الكيتشوب وتندهنها قبل ما نديرو الفرماج قبل ما تنديرو الفرماج كيتشوب مع شويه ديال التحميره شويه ديال التحميره وتندهنها غير انا دائما شويه الا كانت شي حاجه صغيره تندير غير بصبعي اييه تندهنها شويه ماشي في الاول حتى تندخلوها طيب شي شويه ونخرجها عاد ندهنها شويه ونعاود نرجعها للفران ما تدخلش نديرو الفرماج في الوسط اييه في الوسط ديالها وراهي تتجي زوينه بالنسبه للناس اللي عندهم سكن السكر تتجي زوينه وتتجي تعجب حتى الوليدات الصغار وخا تعجب كل شيء الصراحه عندك الحق هاد المملحات بهذا الشكل كيجيو بنان مع الهريسه واللي بغات تضيف شويه الزعتر الزعتر كيمشي مع المملحات شويه الزعتر حتى هو بعد مره تندير عند الزعتر تتحك شويه الزعتر ما بين يدينا وتنديرو حتى هو تيجي زوين الله يعطيك الصحه صباحكم مبروك والله الله يعطيك الخير وسلمي لنا على الناس ديال بشار الخير سلمي عليهم بزاف والسعديه حتى هي سلمي عليها بزاف وباركي لها العواشر.